لسنوات وسنوات عاش الأجداد وخلفوا وراءهم ذكريات وأثر لم تمحيه تقلبات الزمن أو زحف العمران، ولم يتهاون المسؤولون في حق مدينتنا الجميلة التي تشهد على تاريخ آبائنا في قرية خورفكان القديمة. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج في عيونهم، حياكم الله وحلقة جديدة من هذا البرنامج. نحن اليوم في مدينة خورفكان وبالتحديد من المدينة القديمة. بالأمس كان يعيش هنا جيل الطيبين، أبائنا وأجدادنا، وإحنا أيضا عشنا في هذه الأماكن. وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه إن شاء الله، ورؤيته الثاقبة لأهمية هذه الأماكن للأجيال، تم ترميم هذه المدينة بالكامل لتصبح مرجع لهذه الأجيال لمعرفة ماضي آبائهم وأجدادهم وكيف كانت الحياة في ذلك الزمان. من الماضي وعلى الماضي نبني مستقبلنا، مستقبل أجيالنا. لوحتنا إن شاء الله بتكون من المدينة القديمة في خورفكان، تابعوني. تم تهيئة المدينة وأعيد ترميمها بنفس الشكل والنمط الذي كانت عليه قديما، حيث عاش السكان هناك لسنوات طويلة. تميزت معالم المدينة القديمة ببعض التفاصيل عن غيرها، كارتفاع البيوت الذي يبدو موحداً، ونوعية المواد المستخدمة في البناء والأسقف والأبواب، حتى المصابيح وتنسيق الطرق والحارات. Thank you.
بالطبع تلك الأرضيات المزينة التي نشاهدها الآن لم تكن كذلك سابقاً، ولكن كحياة تكسوها البساطة وقلة الإمكانيات آنذاك، كانت الحارات والممرات ترابية بسيطة جداً. ومع تطور الحال وبعد أن أصبحت المدينة وجهة سياحية تستقطب العديد من الزوار، كان من الأفضل تهيئتها بأسلوب عصري يضمن الراحة للزائرين ويحافظ على طبيعة وأصالة المكان. يمكننا أيضا رؤية تلك المصابيح التي تزين الجدران، هي كذلك منذ سابق عهدها، ولكن قديما وقبل استخدام الكهرباء كانت المصابيح تملأ بالزيت ويشعل بداخلها فتيل للإضاءة الليلية لتسهيل الرؤية على المارة، فكان الأمر فعالا جدا، وكانت الحياة بسيطة وفقيرة إلا أنها هادئة تملأها المودة والتراحم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج في عيونهم، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولكن يبقى حنيننا واعتزازنا وفخرنا بماضينا وماضي آباؤنا وأجدادنا باق ويتجدد، ويتجدد الولاء لهذا الماضي وحياة أجدادنا التي بنينا عليها مستقبلنا ومستقبل أحفادنا وأولادنا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وبطاقة دعوتنا لكم لزيارة المدينة القديمة كورفكان. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.